أجواء احتفالية تعم دول التاج البريطاني ولا سيما العاصمة لندن، والتي تشهد مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا. إلا أن الوضع يختلف لدى البعض، فقد انطلقت تظاهرات تزعمتها حركة جمهورية والتي تنادي بالتحول للجمهورية، وتمركزت في ميدان ترافلغار تحت شعار ليس ملكي. كما ظهرت دعوات مناهضة لمراسم التتويج لأكثر من سبب، منها الاقتصادي ومنها الرغبة في التملص من التبعية البريطانية، حيث ألمحت بعض الدول الكومنولث إلى رغبتها في المضي قدما نحو التحول للجمهورية. عقود طويلة مرت منذ آخر تتويج ملكي بريطاني، حين توجت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في يونيو 1953، أي منذ نحو 7 عقود. تغيرت خلالها أفكار وتشكلت مبادئ جديدة، ومر العالم بالعديد من المحن، ولا سيما في السنوات الأخيرة من أوبئة وحروب وأزمات اقتصادية، مما أسهم في افتقاد الكثيرين لمزاجهم الاحتفالي. ووسط كل تلك المتناقضات تأتي مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، تناوئها العديد من التيارات. فها هم المعارضون الجمهوريون الذين يطالبون برئيس دولة منتخب، وضعوا خطة للاحتجاج في يوم التتويج مع شعارات تقول ليس ملكي. وألقت الشرطة بدورها القبض على جراهام سميث رئيس حركة جمهورية عشية حفل التتويج، حسب ما صرح أحد أعضاء الحركة. من ناحية أخرى، واجهت مظاهر التتويج معارضة نتيجة للوضع الاقتصادي الذي تمر به بريطانيا، حيث كلفت البلاد أكثر من 145 مليون دولار أمريكي، فيما تقول الحكومة إن الاحتفال البريطاني الكبير يتوقع أن ينعش الطلب على العديد من القطاعات والخدمات في بريطانيا، وذلك بسبب توافد الآلاف خلال عطلة نهاية الأسبوع على وسط العاصمة لندن. ويأمل القادة السياسيون في أن تظهر مراسم التتويج بريطانيا في أفضل أحوالها، وتعمل بطريقة ما على إصلاح موقعها الدولي الذي تضرر بخروجها من الاتحاد الأوروبي. كما تصطدم الاحتفالات بمزاج شاب ظهر حديثا في أوساط الأشخاص الأصغر سنا، الذين يقابلون مراسم التتويج بفطور ملحوظ واستغراب لمراسم يرونها غير مواكبة للزمن ولا للظروف. وعلى صعيد عالمي، ظهرت دعوات من بعض الدول بضرورة تقديم تشارلز لاعتذار عن ضلوع أسلافه في الاستعمار وتجارة الرقيق ونهب الأوطان. Of sovereignty.